سي حماد جبالي شاد صحيح أنه باش يعمل حكومة تكنوقراط مهما كان الثمن حتى ولو يكلفوا هذا استقالته، وهكا ممكن الأمور تخرج من يد النهضة والترويكا والتأسيسي يمكن يمشيوا في خبر كان. هذاك علاش سي رفيق عبد السلام مشى يسأل عمه باش يزيد يفهمه أكثر ويطمنه. نتفرجوا. سيسي ونواب وترويكا شنية، شكون الباجي وحزاب العم الفتارية، شنو التأسيسي ونواب وترويكا شنية، شكون الباجي وحزاب العم الفتارية. أنا يا عمي وزير وصغير ونخاف كان التحوير، ما تخافش معاك عمي. أنا يا عمي وزير وصغير ونخاف كان التحوير. بالله يا عمي بالله نخاف. احكي لي يا عمي عليها الحمامة الزرقاء اللي فيها. والله عاملة زرقاء. احكي لي يا عمي عليها الحمامة الزرقاء اللي فيها. احكي لي عليها يا عمي احكي لي عليها. والله يا عمي ما تحكي لي عليها بالله. يا سيد فيصل مش قطع النهضة حركة يا وليدي ممتازة جدا. ربي قدر الخير يا جماعة وكهو.